السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع حموصة.com. مرحبا بكل زوار وأعضاء وإداري المنتديات والمواقع العربية. درس اليوم أو تجربة اليوم، سوف نكتشف مع بعض كيف يمكننا شراء منتج من الانترنت، وبالضبط شراء سماعات للجوال أو للحاسوب من الانترنت. أول شيء أو المسألة الأولى التي سوف نتطرق لها وهي المتطلبات. في هذا الدرس سوف نستعمل بطاقة فيزا. أنتم يمكنكم استعمال ماستر كارد أو وسترن يونيون أو أي وسيلة دفع ما عدا الباي بال والفيزا. ثاني شيء سوف نحتاجه وهو حاسوب. أنا أنصح بشكل كبير استعمال حاسوب وعدم استعمال الجوال أو التابلت. لماذا؟ لأن الحاسوب تتحكم بشكل كبير بما تقوم به. ثاني شيء سوف نتطرق إليه وهو النصائح للشراء من الانترنت، وليس بالضبط شراء تجربة اليوم. يجب أن نقوم بعملية الشراء من حاسوب شخصي. لماذا؟ لأنه سوف نستعمل بطاقة فيزا وهي أمر أو شيء شخصي، واستعمال حاسوب عمومي أو يستعمل العديد من الناس قد يعرض معلوماتك السرية أو الشخصية إلى السرقة. ثاني شيء يجب عليكم انتباه إليه وهو الشراء. عند عملية الشراء من الانترنت يجب أن تتم هذه العملية في شبكة خاصة، وأقوم بتسجيل الدخول. أنا مسجل الدخول مسبقا، لأن سوف أعيد تسجيل مرة أخرى بالنسبة لمن لا يعرف كيفية تسجيل الدخول. نضغط على سنين، نقوم بكتابة الإيميل. عموما أنا قمت بإضافة المنتج في قائمة مفضلاتي، وأيضا قمت عمل أوردر له إلى أني لم أدفع. بالنسبة لمن لم يقوموا بإضافته إلى مفضلاتهم، يجب النقر على Buy Now أو Add to Cart لكي تقوموا بشرائه لاحقا. أيضا أو وضعوا في سلة مقتنياتكم، هناك Add to Wishlist لكي تضعوا في قائمة المنتجات التي ترغبون بشرائها. نفترض على أننا نقرنا على Buy Now، سوف نذهب إلى Buy Now. بعد النقر على Buy Now سوف تظهر لنا هذه الصفحة فيها Confirm Order، نقر عليها، وبعدها سوف تظهر لنا هذه الصفحة في Check Out. في هذه الصفحة يجب أن تهتموا جيدا. كما قلنا مسبقا، فالموقع يدعم ماستر كارد، فيزا، مايسترو لم نذكرها، هناك ويب ماني، هناك كيوي ووليت. على ما أظن هذا وسيلة دفع روسية، لا يهمنا. أنا أمتلك بطاقة فيزا، لذا سوف أقوم بإدخال المعلومات. لقد قمنا بدفع $3، سيتم الشروع في تجهيز الأوردر في خضم 3 أيام. هذا كل شيء، لقد نجحنا في عملية الدفع. دفع $3. هذه هي الواجهة الخاصة فيما بعد شراء المنتج.